يا عمرو انت عارفني كويس، انا راجل دغري ما بحبش اللف والدوران، واللي جوايا برايا. ميرنا دراعي اليمين وبحبها زي اختي بالظبط. فكون ان حضرتك بقى عايز تشوفها بتحبها عايز تخرج معاها، ده شيء ما يزعلنيش، بالعكس ده انا افرح لكم. انما لما الحكايه دي تحصل من ورايا وما اعرفش عنها حاجه، لا تضايقني، وتضايقني قوي كمان، وتحس ان في حاجه مش مظبوطه كده، حاجه ريحتها مش تمام. عبد الله قلت لك بلاش تدي الموضوع اكبر من حجمه، ومفيش داعي للكلام ده. عمرو انا اللي يكذب عليا ويستغفلني مره ما املوش تاني، وانت يا صاحبي استغفلتني، علشان كده احنا مش ممكن هنرجع تاني زي زمان. ببساطة كده؟ بجد أنا مش قادر أصدقك. وبعدين إيه البرود والهدوء اللي أنت فيه ده؟ أنت كأنك بتمشي موظف عندك في الشغل عشان شغله مش عاجبك. في إيه يا عبد الله؟ ده أنا صاحب عمرك. في بيني وبينك عيش وملح. وأنت أنا صمت العيش والملح؟ ما هو أنت لو كنت مكاني وأنت بتسمع الفويس نوت وأنت بتقولي أنا مشغول مش فاضي عندي عمليات وعندي مستشفى، وشايفك بعناية واقف قدام عمارتها ومستنيها لما تنزل لك، وبتنزل لك وتركبها عربيتك، كنت عرفت ليه انا بكلمك بالبرود ده. علشان كده انا بقول لك مش ممكن هنرجع تاني زي زمان. بس ما تخافش، لما هشوفك في اي مكان هسلم عليك. هسلم عليك عادي، ما تقلقش يا دكتور. والله